واحد من الأمراء عايز يتغدى، فالعادة كان إيه؟ كان ناس كرة ما بتعرفش يتغدى الواحد. فقال للرجل البواب بتاعه أو كده: التمس لي أحد يأكل معي. فطلع إلى واحد أعرابي، فده واحد أعرابي عايش مع الغنم وعايش مع الصخور والبتاع والكلام ده، فشيء طبيعي يكون عنده إيه؟ حدة في طباعه، وبعدين ما عندوش الدبلوماسية والكلام ده، لا بيديها إيه؟ الوش في الوش. المهم كان الأمير ده، أنتوا عارفين الأمراء بقى، يجيب لك جدي ويحشيه لوز وفستق ومش عارفين الكلام ده. فالأعرابي أول طبعا ما شاف الجدي مشوي وبتاع والكلام ده، هو لم يتمالك نفسه، أم داب بإيده في كرشه وطلع مش عارفين وراكن ده هنا وراكن ده هنا اللي هي بتاعته تركن هنا، ودخل على الموز والكلام ده. فالأمير بحب يعني هزر معاه، فقال له إيه؟ قال له: ما لك تأكله بحرد، بغيظ يعني، كأن أمه نطحك. ها؟ فقال: وما لك مشفق عليه، كأن أمه أرضعتك.